فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو سؤال الوقت، يسأل السائل هل الاحتفال بالموعد بالمولد بدعة أو سنة، ومتى عرف هذا الاحتفال، متى بدأ؟ سبق أن تكلمنا على نشأة علم الكلام والفرق، إذن ينبغي أن نعلم أيضا متى نشأ الاحتفال باسم المولد النبوي. وكلنا نعلم متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام وكم عاش ومتى توفي عليه الصلاة والسلام، لكن الاحتفال بمولده متى حصل؟ أول احتفال حصل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ هذا السؤال. إذا راجعنا التاريخ حسب علمي، أول احتفال حصل باسم المولد النبوي، ثم تبع ذلك باسم المولد لعلي بن أبي طالب، ثم لفاطمة رضي الله عنهما، ثم للحسن والحسين رضي الله عنهما، ثم للخليفة الموجود في ذلك الوقت. ست احتفالات. متى حصل هذا؟ في عهد الفاطميين، على الأصح العبيديين، أناس العبيديون أرادوا أن يرفعوا من شأنهم، وزعموا أنهم فاطميون نسبة إلى فاطمة الزهراء، وأرادوا أن يثبتوا هذا النسب المزيف بالتملق لآل البيت، ومن التملق إيجاد هذه الاحتفالات. في كل سنة يحتفلون هذه الاحتفالات الست تعظيما منهم لآل البيت، لأنهم في الواقع ليسوا منهم وانتسبوا، وأرادوا إثبات هذا النسب كما قلنا فعلوا ذلك. لو راجعنا التاريخ مع البحث عن معنى هذا الاحتفال والغرض من الاحتفال، إن كان الغرض من الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام إظهار محبته عليه الصلاة والسلام وتقديره، كلنا نؤمن وجميع المؤمنين لا يوجد رجل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر الصديق صاحبه في الغار. أبو بكر الذين تعلمون موقفه وسيرته، الذي ثبت الله به المؤمنين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما اضطرب المؤمنون من وفاته حتى قال عمر إنه ذهب ليجيء، ذهب ليناجي ربه ويرجع، ومن قال إنه مات إنه سوف يقطع رأسه بسيفه، حصلت بهم الدهشة إلى هذه الدرجة. ولكن الله ثبت صاحب الغار ذلك الرجل الشيخ الوقور، ثبته الله وثبت الله به المؤمنين. لم يحتفل أبو بكر، هذا بعض صفاته، ولم يحتفل عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة أجمعين ولا التابعون ولا تابع التابعين. الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة لا يعرفون الاحتفال بالمولد. الخلفاء الراشدون وخلفاء بني أمية
والعباسيون جميعا إلى عهد العبيديين لا يعرفون ما يسمى بالاحتفاء. إذن بدعة عبيدية أو فاطمية على حسب تعبيرهم هم الذين سموا أنفسهم بهذا. لسائل أن يسأل وكثيرا ما يسألون هذا السؤال قالوا نحن ما نريد شيئا آخر، كل ما نريد الذكرى. الصحابة لم يحتفلوا لأنهم كانوا على قرب من حيث الزمن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما نحن بعد هذا التاريخ الطويل نريد الذكرى، ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاد مسلم. نتساءل متى نسي المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نذكرهم بالاحتفال بالاجتماع على الطعام والشراب والبخور في ليلة 12 من ربيع الأول في كل عام؟ وهل نسي المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز لهم أن ينسوه؟ لا، لا يؤذن مؤذنهم فيقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله. لا يدخل مسلم مسجدا إلا وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وكل من يكثر من الصلوات غير الفرائض في كل صلاة يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخرج مسلم من مسجد إلا وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقرأ طالب علم درسه ولا يدرس مدرس إلا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الواحد عدة مرات. إذن نحن تحدثا بنعمة الله لم ننسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين. إذن لسنا بحاجة إلى ما يسمى بذكرى، ذكرى المولد.